خلال زيارة رئيس الوزراء التركي إلى العراق مصطحبا معه جماهير التجارة التركية، عقدت هيئة الاستثمار العراقية ندوة من خلال تشكيل جدول أعمال متسلسل للزيارة التي يقودها أردوغان. لقاء كبير يجمع التجار الأتراك بأقرانهم العراقيين لبحث سبل النهوض بتعاون يفتح أبواب الاستثمار بين البلدين. لدينا أربعة مصافي فرص استثمارية حاليا معروضة وبقيمة حوالي 25 ألف مليون أو 25 مليار دولار كقيمة استثمارية. يأتي هذا اللقاء ضمن مجموعة خطط وبرامج لاستقطاب المؤسسات الاستثمارية ودعوة الحكومات المختلفة للحضور الفاعل في الاستثمار، وبيئة العراق بيئة متكاملة ومناسبة للاستثمار، وخاصة بعدما صدر من أمانة العامة لمجلس الوزراء التعديل قانون رقم 7 لبيع وتأجير أراضي الدولة الذي يفتح المجال واسعا للمستثمرين للانطلاق بالمشاريع، سواء المشاريع الإسكانية أو المشاريع السياحية وغيرها الصناعية والزراعية. عدد من رجال الأعمال الأتراك رحبوا وسعدوا بزيارتهم لبغداد ولقاء التجارة العراقية، فكان البعض منهم يخشى زيارة العراق تخوفا من الظروف الأمنية، لكن بعد أن فسحت الحكومتان العراقية التركية المجال للاطلاع ميدانيا على الأوضاع في العراق، وجدوا الفرق وهم على استعداد كامل للتبادل التجاري. مع الأسف يعني صارنا 8 سنوات تقريبا احنا ما نقدر يعني نرتبط المنعم بسبب الظروف الأمنية مو زينة، بس هاي الارتباطات العلاقات راح تصير كلش من يستفاد منها العراق، وإن شاء الله نقدر نسوي فتشي لهم. في صدد بيع هذه الماكينات التي تنتج القرميد، وهنا 26 دولة التي يصدرون لها هذه القرميد وهذه الماكينات. رجال الأعمال في العراق رحبوا بهذه الزيارة وفتحت قلوبهم مع انفتاح التجارة مع جار إيران، ورزقوا بالطمأنينة من قبل الجانب التركي الذي عرض مبيعاته وأعماله، وتعرفوا من خلال ندوات ولقاءات ثنائية جمعتهم، مطالبين بالوقت ذاته الحكومة العراقية بتوفير المناخ المناسب للتاجر أو المستثمر. ما شاء الله وفد كبير، وإحنا فرحانين بمثل هيك وفد، والوفد التركي من البلدان اللي جادة بالشغل مع العراق. كما ترون عدة مشاريع، أنا أمثل قطاع الاتصالات، ووجدت ناس من تركيا اللي دا يشتغلون بنفس العمل، ولاحظ أنه نقدر نتعاون مثل ما أخواني الآخرين اللي يشتغلون بقطاعات أخرى مثل الإسكان والنفط والغاز والكهرباء كذلك. فإحنا في مجلس رجال الأعمال العراقي نشجع الأعمال هذه والقطاع الخاص، وإحنا نحتاج قطاع خاص قوي بالعراق، ليس تجار فقط وإنما شركات كبيرة لها إدارة قوية حتى الحكومة تقدر تعتمد عليها وتقدر تشتغل وياها كشريك. أنا أعتبرها تظاهرة جيدة جدا وبادرة ممتازة جدا من الجانب التركي لترطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين. العراق محتاج إلى جيرانه بالنسبة للجانب الاقتصادي، الجانب الاقتصادي عندنا ضعيف، البنى التحتية عندنا ضعيفة، نحتاج إلى جانب داعم بالصناعة بالقطاع الصناعي بالقطاع الزراعي. الجانب التركي هو أكثر من ممكن أن يخدم الجانب العراقي والمجال، لأن بلد متطور الجانب الصناعي، الجانب فيما يتعلق بالمنتجات الصناعية اللي تم الزراعة. في ختام الملتقى الاقتصادي بين الجانبين، اتفقت الأطراف على مواصلة المشوار الاقتصادي على أمل أن يكون فاتحة خير أمام العراق. محمد سعد، قناة الرشيد الفضائية.